راح اشتري مشارط. خلينا نبدأ اليوم بالمشارط. صباحكم ورد وعسل، يا رب تكونوا كويسين وأحسن صحة وأحسن حال. النهاردة يوم جديد ويوم سعيد علينا وعلى حضراتكم في جو أوكرانيا المجنون الجميل. النهاردة الجو بيمطر، إن شاء الله كلنا نشاط وهمة وحيوية. قوم سخن نفسك يا برنس، حلقة جديدة. خدكم الشيكو، راح استلم حاجة من البوسطة، نستلمها سوا ونكمل الفيديو بتاعنا. صباحكم ورد وعسل. لو بتشوفني لأول مرة ما تنساش تعمل لايك للفيديو، ما تنساش تشترك في القناة، ما تنساش تقول تعليقك اللي بيسعدني. نبدأ على بركة الله. الجو مش عايز اقول لكم مطرة، وانا قلت ايه اروح استلم الحاجة اللي انا هستلمها، عاوز اكلمكم عنها. طبعا جو في منتهى الجمال، بيمطر بس هدوء والناس قليلة في الشارع في البرك. فخلينا نروح البوسطة نستلم الحاجة اللي انا طلبتها اول امبارح، والراجل قال لي بكرة الصبح هبعتها لك. سبحان الله جات لي النهاردة، يعني بعتوا لي رسالة وتعالى الحاجة جت. ايه هي الحاجة دي بقى؟ الحاجة دي بقى مش عشان اشرط بها الناس واشرح بها الناس، لا، الحاجه دي انا جايبها طقم مشارط او سكاكين مهمه جدا، هتنفعك في البيت لو انت بتستخدم وبتعمل حاجات دايما في البيت. خلينا نروح نستلمها ونقضي يوم جميل ونروح السوبر ماركت ونتمشى. ما احنا في اجازه بقى وقاعدين ما ورناش حاجه، فبنحاول نستغل الوقت اللي احنا موجودين فيه في البيت، مش ننام، لا، حاول ان انت تخرج تساعد اهل بيتك، تساعد بيتك في الاحتياجات، حاول تتعاون معاهم، بس لا اكثر ولا اقل. لو انت عايش هنا في اوكرانيا، طبعا كلنا بنمر بالجو الجميل اللي موجود داخل اوكرانيا، لسه الصيف داخل. عاوز اوريكم، بصوا احنا في اللوك داون وبعض المدارس فاتحه، يعني الدنيا مش مقفوله زي ما الناس متخيله، لا، الناس بتروح برضو اشغالها وبعض المدارس بتشتغل، اهي اطفالهم داخلين المدرسه، واخد بالك؟ يعني الدنيا مش قافله، الناس بتخش السوبر ماركت لازم تلبس الكمامه، الجرس اهو بتاع المدرسه، يعني المدرسه شغاله. والنهارده 23/3/2021، يعني بعد ما قالوا ان هم اغلقوا اوكرانيا. معلش الكلام في التلفزيون يا جماعه وفي الاعلام ده ما بيبقاش حقيقي زي الواقع الناس اللي عايشه، يعني انا هو عايش بقول لك ما فيش اغلاق، ما المدرسه هي شغاله وانتوا سمعتوا الجرس، فاهم؟ فاحنا كده قربنا على البوسطه، نخش نستلم الحاجة وبعد كده نتحدث مع بعض. خلينا مع بعضينا، أسرة مع بعضينا، خليك. طبعا اهو الطرد، خلينا افتحه، ده انا حاطط ايدي على البيانات، معلش. هو ده اللي انا اشتريته، اشتريت الحاجة من البوسطة. لازم تخش بالماسك اهيا، طقم مشارط مش غالي، انا اشتريته ب 50 جريفن من اوليكس، هو سعره كده، ودفعت عليه 62 جريفن مشال وعموله، لاني انا بشتري الحاجه الدفع عند الاستلام، فالموضوع ده بيحط عموله على المبلغ ال 50 جريفن، 20 جريفن حاجه زي كده، والمشال 46 جريفن، بيحسب لك اي حاجه كيلو، يعني كله طلع 112 جريفن، مش مشكله انا محتاجه. ميزه الاوكران ان هم دايما بيشتروا عدد في البيت، بيحبوا دايما يبقى عندهم حاجات كتيره قوي. انا عندي نفس الثقافه اتعلمتها من هنا صراحه، ما اتعلمتهاش من مصر، يعني انت احيانا بتبقى محتاج ان انت تقص حاجه معينه، فتستسهل تروح جايب منشار او جايب سكينه وتبدا تقص الحاجه فتبوظ منك، لا، الحاجات دي هذه الامور، يعني دايما تخلي كل حاجه في مكانها ومحلها. طبعا المطر بيمطر والتليفون اتغرق، خلينا نكمل مع بعض. خالد انت خفيت؟ خلاص والله يا جماعه مش عاوز اكذب عليكم، اني نفس الاعراض ما زالت موجوده عندي، العطس، زوري تعبني، صداع بس مش زي الاول، في بعض الاعراض موجوده، بس انا عامل احتياطي، لابس الجوانت ولابس الماسك في وسط الناس عشان ما اذيش حد. على فكره لسه هعمل، لما اكمل اسبوع هعمل اختبار كورونا تاني عشان اتاكد ان مفيش كورونا، يعني عملت اختبارين، اول واحد لما حكيت ان انا مريض بكورونا، وتاني واحد لما خفيت، وتالت واحد ان شاء الله بعد اسبوع من الاختبار، يعني زياده تاكيد. طبعا حاجات دي مصاريف عليك، كل ده على حسابي على فكره يا جماعه، مش على حساب حد. المسحه دي انا بعملها، عملتها بحوالي 1000 جريفن المره الواحده، يعني هعمله لمده 3 مرات ب 3000 جريفن، اشتريت علاج كتير غالي برضو، الموضوع صرف معايا كتير قوي،
الحمد لله في داهية الفلوس، اهم حاجة صحة البني ادم. انا رايح السوبر ماركت هشتري كرنب اخضر وهشتري بصل اخضر عشان عاوز اعمل سلطة، وعاوز اعمل يعني مش محشي بمعنى محشي، لا يعني حاجة شبيه المحشي على قد ايه تفانيني، وهشتري فلفل وبتنجان، يعني هشتري شوية حاجات حسب الظروف. يعني انا ممكن اروح حاجة ما تعجبنيش او الاقيها غالية قوي ملهاش لازمة، فاقرر اغير الاكلة. وده وارد ان انت ممكن تكون عاوز تاكل كذا فتقول لزوجتك اعمل لنا كذا النهاردة، او انت عاوز تاكل اكلة معينة فبتبدأ تدفز الاكلة اللي بقت في دماغك. فهمتوا؟ بدلش معاكم وبمسحكم، انتوا اخواتي وحبايبي، خلينا مكملين مع بعض. حلو مكملين دي. ان شاء الله قبل العيد في ناس بتفتكر اني اكرمكم الله الخرفان بتاعه الاضاحي والحاجات دي غاليه هنا في اوكرانيا، بالعكس الحاجات دي رخيصه جدا. وفي مره هقول لك ازاي تشتري خروف او تشتري عج من اوليكس ويجي لك لحد البيت الموضوع دون، بس اهم حاجه تكون عارف تذبح ويكون عندك مكان، مش تذبحه في الشقه او تذبحه في الغابه هتعمل لنفسك مشكله. ان شاء الله اعمل لكم الحلقه دي، حلقه هتبقى ظريفه لان الاسعار رخيصه جدا، يعني ممكن تشتري خروف في حدود $70، في حدود 80، في حدود 100 110 120، يعني اقصى حاجه خروف بقى متين يعني. فان شاء الله، وفي معيز حاجات كتير قوي هبقى اعمل لكم حلقه عليها. جو ساقعه بس ظريف، انت وانت ماشي مستمتع ومستظرف الجو. ناس ماشيه في حالها، بنات وسيدات ورجاله، كل واحد في حاله. الشارع هادي شويه ولكن الناس بتروح اعمالها في الامطار والتلج الحاجات دي كلها. النهارده الصبح كان في تلج في الشوارع، سبحان الله. اوكرانيا جواها فعلا مجنون يا جماعه، جواها غريب. سبحانك يا رب. قربنا على السوبر ماركت ان شاء الله باذن الله، ويبقى يوم قضيته بعد ما مشيت. انا مشيت اكتر من ساعتين، مشيت على قدي الحمد لله، ورحت اماكن كتير وقضيت يوم من الصبح. الساعه دلوقتي 3 العصر، يعني سبحان الله الوقت بيجري في اوكرانيا، وخصوصا ان انت بتبقى لوحدك، ماشي لوحدك، بتعمل حاجات لوحدك، بتروح اماكن لوحدك وهكذا. ولكن لا تيأس، عامل مع الناس، اخرج، اشتري، خش في زوارق الناس، اتعلم كلام، هتلاقي نفسك اتجرأت وعرفت البلد وعرفت الناس. الشعب الاوكراني شعب طيب قوي قوي، ولكن في حاله دي ما تعتبرش عيب. العيب ان انا اكون بتعالى على الناس، لا هم ما بيتعالوش على الناس، ولكن بيحب يبقى في حاله. فهمت؟ اعمل اللي انت عاوزه في اي وقت، بس اهم حاجه ما تاذيش اللي حواليك، اهم حاجه ما ترضيش اللي حواليك. وان شاء الله هبقى اكلمكم على ابو عربوز، واحد من الناس عايش موجود هنا، احكي لكم حكايه ابو عربوز ده، حكايته لذيذه. خلينا نخش السوبر ماركت. اشتريت اول حاجه بصل اخضر. انا بس هوريكم عشان الناس اللي ما تابعتش الفيديوهات القديمه بتاعتي، انا دايما بقول لك ان الخضروات في الشتاء بتبقى اضعاف مضاعفه، يعني كيلو الطماطم اللي بتشتريه في الصيف ممكن تشتريه ب10 او ب12 او ب7 جريفن الكيلو، دلوقتي ممكن تجيبه ب90 ويمكن اكتر او اقل. اهم شايفين البصل عامل ازاي؟ يعني 3 وحدات بكامل واحده اللي هي الرابطه دي ب5 جريفن، يعني الاثنين دول ب10 جريفن، تقريبا 30 سنت او 35 سنت تقريبا. طبعا غالي بالنسبه لدولنا العربيه، البصل ده رخيص جدا في الدول العربيه، ولكن في الشتاء هنا تلاقي الحاجات دي غاليه جدا. خلينا نخش السوبر ماركت ونشوف هنجيب ايه. اول حاجه بتدور على مكان فاضي زي ده كده وتحط ايه الشنطه بتاعتك، ماشي، لازم، مهم جدا تدخل شنطتك كويس وتقفل الباب. رقم 4 خليكم فاكرين، اهو قفلت. البصل الاصفر الكيلو بكام؟ الكيلو ب4 جريفن اهو، يعني رخيص. ده الكرنب اللي هو الابيض، انا عاوز الاخضر، فطبعا الاخضر ده مش موجود، فانا مش عارف طبعا سعره كام. سعر الكيلو 4 جريفن يعني 5 جريفن، ماشي، ده سعر الكيلو من ده، بس بيدي لك الواحده مدملكه، بص القلب اللي هو الابيض ده، فبتبقى رخيصه. ده كل ورق يصلح للاكل، مش تجيب الكرومبه فتقطع نصها وترمي نصها في الشارع. الكرومب اللي موجود في السوبر ماركت لقيته تقريبا ب5 جريفن الكيلو، بس ابيض، انا مش عاوز ابيض، انا عاوز اخضر. الاخضر طعمه جميل قوي على فكره، خصوصا الشتاء، نفسه ما تطلب. خلينا نروح البازار نجيب اخضر، هنلاقي ان شاء الله. البازار فاتح والناس عادي تشتري حاجتهم عادي، والدنيا مظبوطه كده، ربك كريم.
يعني حبيت اوريكم والبازارات فاتحه برضو والدنيا زي الفل. لقيت اهو اخضر اهو، هو ده اللي انا عاوزه هشتريه. نرمانا يعني الحاجات دي بتلاقيها في البازار وعادي الدنيا مظبطة. فهمتوا؟ اندريا سكر شو مالدت. ده عبارة عن خص يعني بيبقى حلو في المحشي والسلطة. تخيلوا يا جماعة البتاعة دي بكام؟ ب35 جنيه، دي 2 كيلو تقريبا. فالحاجة في الشتاء بتبقى غالية جدا جدا. دخلتكم البازار، البازار شغال والناس عادي بتشتري حاجتها، مفيش اغلاق ولا الكارانتين. الناس خلاص زهقت لان الموضوع ده اتكرر كتير، فالناس عايشه عادي جدا. يعني كان في الاغلاق الاولاني كانوا قافلين كل المحلات تقريبا، دلوقتي المحلات عادي وفي محلات ملابس شغاله وفي كافيهات بس عن بعد، يعني بتاخد طلبك تمشي تشربه بره. ده اللي موجود. بعض الحاجات مفتوحه، اجهزه كهربائيه مفتوحه، كله فاتح، مفيش اي مشكله بالنسبه للكارانتين والاغلاق. ممكن تعمل الاكل بالكرنب العادي وممكن تعمله بالخاص، ده هينفع وده هينفع. انا بعمله بالخاص عشان بيريح معدتي، انتوا عارفين ان انا الموضوع معايا متأزم شويه وخصوصا معدتي، فبحاول ان انا اجيب حاجه تريح معدتي. واحد ممكن يقول لي يا عم ده خاص، يا عم والله عارف ان هو خاص بس انا ما بعملوش بالكرنب لان لو كلت الكرنب بهدل الدنيا. فهمتوا؟ يعني يوم خرجتكم في المطر، يوم ظريف، اتمشينا وخرجنا وقضينا جو حلو واشتريت حاجات كتيره وريتها لكم في اول الفيديو. اتمنى فيديو النهارده يكون عجب حضراتكم. واحد بيبص اهو عاوز يطلع في التلفزيون، وقبلها واحده قالت لي ما تصورنيش. يعني الناس امزجه وادمغه، حلوه امزجه وادمغه دي. صباحكم ورد وعسل، خلي بالكم من نفسكم، اشوفكم على خير، السلام عليكم، باي باي. خلي بالكم من نفسكم يا عرب.